كيف شفت المباراة؟ إلين 4-1. شوف احنا نحب الصدق. ايه عشان اقول لك حتى ولا عارف انك بتقول الصدق بس انا اسبق لك. ايه حتى قبل 4-1 ما شفت المباراة بالكامل. شفت بعض الاجزاء منها طبعا. اكيد يعني مباراة يعني مجرد ان الاهلي يلعب مع فريق مثل برشلونة هذا يعتبر شيء يحسب لنادي الاهلي مهما يكون. وطبيعي يعني في فارق كبيرة في المستويات الفنية في اسماء اللاعبين، فرق كبير. لكن اللي النتيجة النهائية بالنسبة للجمهور السعودي اتوقع انها مرضية. ايه مرضية جدا. احنا كنا يعني الواحد يعني يشيل هم ان تكون نتيجة كبيرة. لكن النتيجة في الاخير 5-3 جدا معقولة. معقولة. يعني العادة احنا اذا لعبنا مع مع أندية عالمية يكون الوضع على يعني على خط تحديد، نحن نستدعيهم ندفع لهم عشان يجون يلعبون. فيكون اذا انتهت النتائج بهذه الطريقة نعتقد دائما انه الأندية راعت هذا الامر، لكن اليوم هي شركة راعية للفريقين وتقوم بدور تسويقي، ويحصل الأهلي ان يكون مدعو لهذه المباراة في ارض الدوحة ويؤدي بهذه النتيجة وايضا المستوى الذي ظهر به. بالتاكيد يعني شوف ان مستوى النتيجه يعتبر مشرف ومرضي بالنسبه لنا كجماهير سعوديه. يعني ما كنا نتوقع شيء اكثر من كذا. بالعكس احنا كنا نخشى من نتيجه كبيره. لكن بالوضع عموما حتى لو مو المشارك الاهلي، لو المشارك المنتخب السعودي. يعني قبل نتذكر قبل سنوات المنتخب السعودي خسر من اسبانيا بخمسه وكنا برضه مبسوطين وراضيين، نعتبرها نتيجه منطقيه. فتعتبر النتيجة اللي صارت اليوم 5-3. 5-3.